السيد إيرفي رينارد. على الجانب الآخر قائمة الأسماء للمنتخب اليمني في هذه المواجهة: محمد عياش في حراسة المرمى، محمد بكشان، أحمد الصادق ومدير في هذه المجموعة، في حين المنتخب السعودي في صدارة الترتيب ب 13 هدف سجل. غنام سلطان ياخذ كرة على الجهة اليمنى، سلطان وعرضية سعودية إلى منطقة الجزاء لإبعاد دافعين إلى تمريرة باتجاه على نعمان على وتمريرة خاطئة من على التورنيدو يحلق بالأخضر في بداية المباراة. سالم الدوسري يخطف كرة من على نعمان ويسجل الهدف الأول لمنتخبنا الوطني. الله إلى الأمام، ومحاولة الآن للمنتخب السعودي، محاولة عن طريق فهد لمولد ملعوب، الكرة أمامية إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب راحت الكرة وتحولت الكرة الماضية. أسماء مرور والتقدم الآن، محاولة كرة يا السلام في العمق تماما، محاولة خطيرة في المرمى والثاني عن طريق فهد المولد، الثاني عن طريق النجم الكبير فهد المولد، يأتي الآن إلى الثاني والذهاب إلى الهدف الثاني، والأخضر السعودي لديه الإشارة الخضراء الآن بهدف